بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. إن شاء الله في هذا الدرس راح نتكلم عن سنن بعد الصلاة. أول سنة وهي الاستغفار ثلاثا وقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. هذا الحديث رواه الإمام مسلم. السنة الثانية وهي قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وهذا الحديث رواه البخاري والإمام مسلم. السنة الثالثة وهو قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، ولا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وهذا الحديث رواه مسلم. السنة الرابعة وهو سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات. هذا الحديث رواه مسلم. السنة الخامسة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، قول هذا الدعاء. وهذا الحديث رواه أبو داود والنسائي. السنة السادسة قول اللهم أني أعوذ بك من الجبن، أو أعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. وهذا الدليل رواه البخاري. السنة رقم ثمانية هو قراءة قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. وهذا الحديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي. وبعد صلاة الفجر وصلاة المغرب يكررها ثلاثا. السنة التاسعة وهي قراءة آية الكرسي، وهذا الحديث رواه النسائي. السنة العاشرة قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير 10 مرات بعد صلاة المغرب وصلاة الصبح. هذا الحديث رواه الترمذي. السنة الـ11 أن يكون هذا التسبيح باليد. السنة الـ12 أن يقول هذه الأذكار وهو في مصلى الذي صلى فيه ولا يغير مكانه. ومجموع هذه السنة أن إذا حرص عليها المسلم دبر كل صلاة مفروضة، فسوف يطبق من السنة ما يقارب 55 سنة، قد يزيد في صلاة الفجر قد وأيضا صلاة المغرب. ثمرة تطبيق هذه السنن بعد كل فريضة والمحافظة عليها، يكتب للمسلم إذا حافظ على هذه التسبيحات دبر كل صلاة في يوم وليلة 500 صدقة. قول صلى الله عليه وسلم كل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تحليلة صدقة. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم. قال النووي لا حكم ثوابها، يقرص للمسلم إذا حافظ على هذه التسبيحات دبر كل صلاة في يوم وليلة 500 شجرة في الجنة. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على أبو هريرة وهو يقرص قرصا. قال النووي لا حكم ثوابها، يقرص للمسلم إذا حافظ على كل التسبيحات دبر كل صلاة في يوم وليلة 500 شجرة في الجنة. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على أبو هريرة وهو يقرص قرصا فقال يا أبا هريرة ألا أدلك على قرص خيرا لك من هذا؟ قال بلى يا رسول الله. قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يقرص لك بكل واحدة شجرة في الجنة. وهذا الحديث رواه ابن ماجه وصححه الألباني. أيضا ليس بينه وبين الجنة إلا أن يموت فيدخل الجنة لمن قرأ آية الكرسي وحافظ عليها دبر كل صلاة. أيضا من حافظ على هذه التسبيحات حطت خطايا وإن كانت مثل زبد البحر كما في صحيح مسلم. أيضا عدم الخيبة والخزي في الدنيا والآخرة لمن داوم على هذه التسبيحات دبر كل صلاة. الحديث معقبات لا يخيب قائلهن.
وذكر هذه التسبيحات وهذا الحديث رواه مسلم. أخيرا جبر الخلل والنقص والحاصل في الفريضة، والله أعلم.